يا للروعة، كتاب جميل. لقد أنهيت كتاباً آخر جاكي؟ أجل، ماذا تقرأ ماركوس؟ يتحدث عن أول رائد فضاء صعد إلى القمر، وهو مذهل. لنتبادل حين تنتهي، موافق؟ بالطبع جاكي. أتساءل أيوجد كتب أخرى عن رواد الفضاء؟ هذا يروي كل شيء عن الرحلة الأولى. أتعلمين أنهم جلبوا حجارة قمرية؟ رائع، ألن يكون مذهلاً أن تزور القمر يوماً ما؟ أجل، سيكون ذلك رائعاً. ماذا سأقرأ الآن؟ الكتب رائعة، الكتب مسلية، الكتب رائعة، هل حان وقت القراءة؟ القراءة. هل تعلمون؟ نعشق الكتب، من القراءة لا نمل لا نتعب، الكتب تأخذنا إلى حيث نريد، الكتب تنمي المخيلة. الكتب رائعة، الكتب مسلية، الكتب رائعة، هل حان وقت القراءة؟ القراءة. في الكتب صور كثيرة، حين تقرأها أمي تصبح مثيرة، قصص ومعلومات جد مفيدة، في كل صفحة أشياء جديدة. الكتب رائعة، فلنجلس ونقرأ معا، الكتب مسلية، هل حان وقت القراءة؟ القراءة. ما أحلى، ما أحلى الكتب. واو، كنت تعلمين أن الظلام قد حل؟ لا، قراءة كل تلك الكتب جعلت الوقت يمر سريعاً. أجل، لكن علينا ترتيبها سريعاً، فأمي ستأتي لاصطحابنا في أي لحظة. ليس علينا أن نرتبها الآن، ما زال لدينا الوقت لكتاب، كتاب قصير. انتظر، سأجد واحداً. ماذا سيكون؟ بارني، ماذا سيكون كتابنا الأخير في رأيك؟ مرحباً. يبدو أنكما منغمسان بقراءة الكتب. هذا صحيح بارني. كنا نقرأ طوال اليوم. هذا ممتع. عندما تفتحان كتابا تفتتحان معه مغامرة جديدة. هيا هيا، يا للحماسة. هيا هيا، سنستمتع. هيا هيا، يا للحماسة. هيا 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 هيا. فلنستكشف كل العالم، فيه أشياء كثيرة، كل شيء ممكن، قد تتحقق الأمنيات. هيا هيا إلى المغامرة. هيا هيا، يا للحماسة. هيا هيا، سنستمتع. هيا 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 هيا، إلى المغامرة. هيا هيا، سنستمتع. هيا هيا، يا للحماسة. هيا 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 هيا. كان هذا بارني. كان هذا ممتعا، لكن الوقت تأخر، علينا الذهاب قبل أن نتأخر. لدينا وقت لقراءة كتاب أخير، ربما يمكنك أن تقرأ لنا قصة. أرجوك بارني. حسنا، موافق. شكرا. والآن لنرى، هناك كتاب يخطر ببالي لكنني لست واثقا من مكانه. لننظف الفوضى التي سببناها كي تجد الكتاب الذي تبحث عنه. سيستغرق هذا وقتا طويلا، بل أكثر من هذا. إن عملنا معا سننتهي في وقت قياسي. تساعدنا في تنظيف منزلكم؟ هذا رائع. نظفوا معاً، نظفوا كل الأشياء، نظفوا جيداً، فالنظافة من الأخلاق. نظفوا معاً، نظفوا كل الأشياء، نظفوا جيداً، فالنظافة من الأخلاق.
نظف معا، نظف كل الأشياء، نظف جيدا فالنظف من الأخلاق. حسنا، وهذا الكتاب الأخير. كنت محقا بارني، لم نستغرق وقتا طويلا. حين نعمل معا يمكننا فعل الكثير وفي وقت قصير. هذا صحيح. مرحبا جميعا. أهلا بيبي بوب. ماذا تفعلون؟ نستعد للذهاب إلى المنزل، لكن بارني سيقرأ لنا قصة أولا، صحيح بارني؟ بالتأكيد. رائع، أحب القصص. وبما أن الظلام قد حل فكرت في أن نقرأ هذا الكتاب، عنوانه مرة على سطح القمر. هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. في قديم الزمان كان هناك رجل عجوز، وفي يوم من الأيام قال الرجل لنفسه: أشعر بالحر والتعب، أتمنى لو أشعر بالبرد كحبة البرد. وسمع ساحر هذه الأمنية وقرر أن يحققها، فحول الرجل العجوز إلى حبة برد. لكن الرجل العجوز قال على الفور: أشعر بالبرد الشديد الآن، أتمنى لو أملك دفئاً كدفء الشمس. فقرر الساحر أن يحقق أمنيته، فحول الرجل العجوز إلى شمس، لكنه شعر بالحر الشديد فقال: يا ليتني كنت القمر، أتخيل أنه لا يعاني الحرارة ولا البرودة. فحوله عندها الساحر إلى قمر، وفي النهاية كان الرجل سعيداً جداً، وما زال هناك حتى اليوم، ونسميه رجل القمر. النهاية. رائع. كانت هذه قصة رائعة بارني. ربما يكون رجل القمر مجرد قصة، لكننا نستطيع أن نراه بمساعدة بعض المخيلة. فلنتخيل كل الأشياء التي نريد، فلنتخيل أين نحب أن نكون ونرى. المخيلة متعة لك ولي. نذهب إلى القمر ببالون كبير، نبني قلعة ليس لها مثيل، قد نستكشف مع ديناصور ضخم، أو نشكل أقوى سقزح. فلنتخيل كل الأشياء التي نريد، فلنتخيل أين نحب أن نكون ونرى. المخيلة متعة لك ولي. المخيلة متعة لك ولي. رأيت الرجل على سطح القمر عدة مرات. أجل، له وجه جميل ومحبب. سبق لك أن رأيته بيبي بوب؟ أجل، طوال الوقت أتحدث إلى رجل القمر كل ليلة تقريبا. وماذا تقولين له؟ أشياء كثيرة. أخبره بما تناولت على الغداء وبما فعلته خلال اليوم. وماذا يقول لك هو بيبي بوب؟ إنه يشعر بالسعادة حين أنظر إلى السماء وأقول مرحبا. لابد أنك تعرفين رجل القمر معرفة جيدة. أجل. إذن هل صحيح أن القمر مصنوع من الجبن؟ لا، هذا سخيف. بل هو مصنوع من المعكرونة بالجبن. سأذهب لأقول لرجل القمر ليلة سعيدة، سأعود على الفور. حسناً، إلى اللقاء. يا رجل القمر، أين أنت؟ ها قد وجدتك. لا، ماذا حدث؟ لا يوجد سوى جزء منه. أين بقية القمر؟ لا شك في أنه انكسر وسقط من السماء. أين يمكن أن يكون؟ لابد من أنه هنا في مكان ما.
يجب أن أبحث كثيراً لأرى أين... ها هو ذا! وجدت بقية القمر! يا للقمر المسكين! لقد سقط في الماء! يجب أن أفعل شيئاً! ولكن ماذا؟ يجب أن أفكر في شيء... ربما أستطيع استخدام هذه لإخراجه! تماسك سيدي القمر! أنا آتية! وسأخرجك من... أظنني أخرجته! أنا لم أخرجه! ما زال هناك! وهو شاحب! هذا لم ينفع! ولكن ماذا سأفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حين لا أعرف ماذا أفعل؟ هل أتأفف؟ أم أقف وأنتظر؟ أم هل أعد ثواني حين لا أعرف ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حين لا أعرف ماذا أفعل؟ أنقر برجلي؟ أم أصرخ بصوت عال؟ لا، أكلم أمي أم أغني؟ كم أنا مرتبكة؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حين لا أعرف ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل حين لا أعرف ماذا أفعل؟ ما المشكلة بيبي بوب؟ القمر هو المشكلة بارني. ماذا تقصدين؟ لقد انكسر وسقط جزء منه هنا في الماء. لقد حاولت إخراجه ولكنني لم أستطع. ماذا سأفعل بارني؟ بيبي بوب، لم يسقط القمر في البركة. لكنه سقط فعلا. ها هو هناك. هذا ليس القمر. الماء يشبه المرآة، وأنت ترين انعكاس القمر عليه. حقا بارني؟ أجل، ما زال القمر في السماء، لكننا لا نراه بأكمله طوال الوقت. حسنا، لقد فهمت الآن. إن بقية القمر ليست في الماء أبدا. هذا صحيح. وهذا يعني أنها في مكان آخر. القمر مكسور، ورجل القمر لا يملك منزلا ليعيش فيه. أعلم، يمكنه أن يقيم معي إلى أن يتم إصلاحه. ولكن إلى أين تذهبين؟ سأذهب لأطلب من جاكي وماركوس مساعدتي. إلى اللقاء. حسنا. من هنا. ما الغرض من هذه بيبي بوب؟ أنا سأقفز إلى القمر لأخبر رجل القمر أن يأتي للإقامة معي. لا أصدق. تبقى حوالي فقط وسوف أصل. لا يمكنني القفز لارتفاع كاف. هيا يا بارني، حاول أنت. لا أظن أنني أستطيع القفز إلى القمر بيبي بوب. بارني من فضلك. حسناً. سأحاول. حسناً، إلى الأعلى. إلى الأعلى. مرة جديدة. إلى الأعلى. أخشى أنني لا أستطيع فعل هذا. أنا أعرف ما هو الحل. ما هو بيبي بوب؟ سأتصل به عبر الهاتف وأطلب منه أن يأتي للإقامة معي. لن ينفع هذا، حتى إني لا أملك رقم هاتفه. يجب أن أفكر في حل آخر لأقوم به. لنرى. ما زالت تعتقد أن القمر مكسور. أنا أعرف ما سأفعل. وما هو؟ سنجلب سفينة فضائية. سفينة فضائية؟ أجل، وسنطير إلى الأعلى لكي نساعد رجل القمر. لا أظننا نستطيع فعل ذلك. نستطيع بارني؟ حسناً، في الحقيقة نستطيع إن استخدمنا مخيلتنا. هيا بنا يا أصدقاء، لنذهب إلى القمر. هيا بنا.
5 4 3 2 1 انطلاق. نحلق في السماء ونقول إلى اللقاء في المركبة الفضائية. بعيدا إلى النجوم سنرى الكواكب في المركبة الفضائية. واحد اثنان ثلاثة الكثير من المتعة. بارني قائد السفينة. هوري يقودنا إلى الفضاء. يأخذنا في المركبة الفضائية. هوري. بارني متى سنصل إلى القمر؟ سنصل سريعا. نحلق في السماء ونقول إلى اللقاء في المركبة الفضائية. بعيدا إلى النجوم سنرى الكواكب في المركبة الفضائية. واحد اثنان ثلاثة الكثير من المتعة. بارني قائد السفينة. هوري يقودنا إلى الفضاء. يأخذنا في المركبة الفضائية. هوري في المركبة الفضائية. روعة. هي نحن على سطح القمر. يا للروعة يا للروعة. إنه كما تخيلته تماما. نسير على سطح القمر كرواد الفضاء الحقيقيين. أوه كم هو جميل. هي من هذا؟ أنا أعتقد أنه رجل القمر. أهلا بارني. أهلا أيها الأصدقاء. مرحبا يا رجل القمر. سيدي رجل القمر، أنا سعيدة جداً لكونك بخير. أهلاً يا بيبي بوب، أنا بخير تماماً. لقد شعرت بقلق كبير حين رأيت القمر مكسوراً. لكنه ليس مكسوراً، إنه على ما يرام. حسناً، بدا مكسوراً حين كنت في المتنزه. كله موجود هنا، لكنك لم تستطيع رؤيته حيث كنت بسبب الظل. أتعني أنه كان يلعب معنا الغميضة؟ هذا صحيح، لكن لا تقلقي يا عزيزتي، حتى لو لم تستطيع رؤيتي سأكون دوما هنا ألقي عليكم بنوري. هذا مؤثر. أنا سعيدة جدا لأنك بخير يا رجل القمر. شكرا جزيلا لك. جميل أن يكون لديك من يهتم بك. وتذكري، حين تنظرين في سماء الليل في المرة المقبلة ربما يكون القمر مختلفا. في بعض الليالي سترون قمرا كبيرا ومدورا، وهذا يسمى القمر المكتمل. وفي بعض الأحيان سترون جزءا منه فقط، وهذا يسمى البدر. وأحياناً لا ترون سوى جزء صغير، وهذا يسمى الهلال. وإن نظرت إليه بشكل جانبي فهو يشبه الابتسامة. هذا صحيح. مهما كان الشكل الذي ترونه سوف أكون دائماً هنا. إن هذا يشعرني بالسعادة. أينما أكون دوماً أرى وتضيء الأجواء. يا قمر إلما إلما إلما، وحينما تغيب يبدأ النهار. أيها القمر أنت أجمل صديق في الليل. واو. حين أذهب للنوم أعرف أن القمر يبتسم لي، وحتى أننا سنبقى دوما صادقا. يا قمر إلما إلما إلما، وحينما تغيب يبدأ النهار. أيها القمر أنت أجمل صديق في الليل. أيها القمر أنت أجمل صديق في الليل. أيها لا تقلقوا يا أصدقائي، سأكون هنا كل ليلة. سعيدون لرؤيتك، لقد تعلمنا أشكالك المختلفة. أجل، كان هذا رائعا. أنا مسرور بكم أيضا، من الرائع استقبال الضيوف. ربما نستطيع القدوم مجددا. سأنتظركم بالطبع، ولا تنسوا
سأكون هنا كل ليلة بينما تذهبون للنوم في أسراتكم. أوه، أنا سعيدة جدا بهذا. شكرا لك يا رجل القمر. أهلا بك. أنت مستعدة للعودة بيبي باب؟ أجل، أنا مستعدة. حسنا إذن. إلى اللقاء يا رجل القمر. إلى اللقاء يا رجل القمر. إلى اللقاء بيبي باب. بيبي باب. كان هذا ممتعا ورائعا جدا. بالطبع، لا أصدق أننا استطعنا ركوب مركبة فضائية. هذا رائع. حسنا، أنا سعيد لأنكم استمتعتم. مرحبا. مرحبا بارني وبيبي باب. مرحبا بيني. ماذا فعلتم؟ أمي، لن تصدقي. أبدا ما حدث. لقد استمتعنا كثيرا. نريد القدوم إلى المتنزه غدا والبقاء حتى المساء. بارني، هل استحقتهما في مغامرة؟ أجل، ويمكنهما أن يخبرك عنها. حسناً، هيا بنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بارني، شكراً لك لاصطحابي كي أرى رجل القمر. أنا أجده رائعاً. أظنه سيكون واحداً من أفضل أصدقائي. لما لا تذهبين لتنظري إليه عبر المنظار؟ هذه فكرة ممتازة. حسناً. بارني، انظر. هناك تراب من القمر على حذائي. أليس هذا جميلا؟ بالطبع هو كذلك. ربما كان هدية من صديقك الجديد رجل القمر. ربما يكون كذلك. أظن أنني سوف أحتفظ به لأريه لبعض أصدقائي. هذه فكرة رائعة. لكن الآن سأنظر عبر المنظار الفضائي. حسنا، إلى اللقاء. رائع أن يكون لديك أصدقاء قدامى وأصدقاء جدد. ألديكم بعض الأصدقاء المميزين؟ شوبيدوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، سترون. شوبيدوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، ممنون. تعجبني وأعجبك، الأمر سهل لا يتعبك مهما كان في أي زمان. أفضل أصدقاء سنكون. شوبي دوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، سترون. شوبي دوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، ممنون. مرحبا. الصديق في وقت الضيق، دوما معك لو مهما صار، نتشارك كل الأفكار، معا يحلو النهار. شوبي دوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، سترون. شوبي دوبي كوكون، أفضل أصدقاء سنكون، ممنون. جدا لأن رجل القمر بخير. إنه محظوظ لأن لديه صديقة مثلك بيبي باب، صديقة تهتم به لهذه الدرجة. أتمنى لو أستطيع الذهاب لرؤيته كل ليلة. لكنك الآن تعلمين أن القمر سيكون في سماء الليل دائما حتى لو لم تستطيع رؤيته كاملا. ورجل القمر سيكون دائما هناك وهو ينظر إلي. هذا صحيح. يجب أن أذهب الآن بارني. أشعر بالنعاس. لقد تأخر الوقت. ليلة سعيدة بارني. ليلة سعيدة بيبي باب. وليلة سعيدة لك يا رجل القمر. أرادت بيبي باب أن تساعد رجل القمر لأنها تهتم لأمر صديقها بالتحديد كما أهتم أنا لأمركم. والاهتمام طريقة رائعة ومميزة للتعبير عن الحب. أحبكم وتحبونني، نحن دوما سعداء، مع عناق كبير وقبلة مني، سنبقى دوما أصدقاء. أحبكم وتحبونني، نحن دوما سعداء، مع عناق كبير وقبلة مني، سنبقى دوما